وعن نفوذ ميليشيا حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وتهديد جوار العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن الخبير العسكري والأمني الأستاذ مجاهد السمرائي. أستاذ مجاهد، مرحبا بك. كيف يمكن فهم دور ميليشيا البككة التي تتلقى أيضا دعما من الحكومة في بغداد؟ مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدي قناة الرافدين. بس أحب أوضح أن اسمي مجاهد الصميدعي وليس السامرائي. عفوا أستاذ مجاهد الصميدعي، نعتذر لذلك. لا أبد ولا يهمك. طبعا من الواضح جدا أن وجود الفككة في شمال العراق هو وجود للبقاء أو لجعل العراق باحة خلفية للهجومات التي يقوم الهجوم التي يقوم لعمليات التحرك التي يقوم بها الفككة داخل الأراضي التركية. استطاعت بالايام السابقه وبالسنين السابقه الفككة من وضع يد رجل لها قويه في سنجار وفي مخمور وفي جبال قنديل، كما هي كانت متواجده في الاصل في جبال قنديل، اصبحت لديها علاقات مع بعض الميليشيات داخل العراق، من بداوا يدعمون هذه الميليشيات واصبحت لديها جذور داخل العراق. اصبح الان من الصعب جدا اقتلاع هذه الجذور مع عدم قدره الجيش العراقي على التحرك داخل هذه المناطق وعدم القدره العسكريه للخلاص من قوات الفككة. أصبح موقف الجيش العراقي موقفا ضعيفا من هذا الأمر بسبب دعم بعض الجهات وبسبب دعم الميليشياوي لهذه لوجود الفككة داخل العراق. هذه العملية التي تقوم بها تركيا الآن في شمال العراق هي عملية أيضا محدودة، الغرض منها ضرب بعض رؤوس الأكراد الفككة ومن ثم التعرض لبعض الأماكن في جبال قنديل، ومن ثم باعتقادي ستكون هناك بعض الهجمات أيضا في سنجار، ستكون محدودة أيضا في سنجار. طيب ولكن أستاذ مجاهد، إلى أي مدى ترى أن قضاء سنجار أصبح ربما نقطة متأزمة تعكس التناقضات بين السياسيين والعسكريين في بغداد؟ قضاء سنجار هو صغير بحجمه ولكن كبير بجميع مشاكله. قضاء سنجار كل الميليشيات وكل الجيش العراقي وكل الأجهزة الأمنية وكل من لديه ميليشيا في العراق يتواجد في قضاء سنجار. هناك ميليشيات مسيحية متواجدة في سنجار، هناك ميليشيات يزيدية متواجدة في سنجار، هناك بككة، هناك حشد شعبي، هناك جيش عراقي، هناك اتحادية، هناك جميع أجهزة أمن الدولة وجميع أجهزة الدولة متواجدة في سنجار. المشكلة في الأجهزة الأمنية أنها متعددة الولاءات، لا تستطيع ضمان جهة ضد جهة، لا تستطيع التحرك ضد جهة. هناك داخل الأجهزة الأمنية وداخل القوات العسكرية العراقية أيضا هناك تعدد الولاءات، هناك اختلاف بالأيديولوجيات داخل الجيش العراقي، مما يعرقل اي عمليه تقدم او اي عمليه سيطره او اي محاوله للجيش العراقي للسيطره على هذه الاماكن في سنجار او في قضاء مخمور ايضا. المشكله في سنجار هي مشكله سياسيه اكثر من كونها مشكله امنيه. القضاء الان ينعم بالامن ولكن التداخلات الامنيه داخل القضاء هي التي الصراعات الامنيه داخل القضاء بين الميليشيات وبين الفككه وبين الميليشيات والميليشيات الأزيدية وبين الفككة والميليشيات الأزيدية وبين الأزيديين والقوات الأمنية العراقية، جميع هذه الصراعات تمنع أي وسيلة للحل داخل هذا القضاء. إذن والحال هكذا أستاذ مجاهد الصميدعي، هناك خمسة اشتباكات حصلت بين الجيش الحكومي وميليشيا البككة. ترى ما هي الأهداف التي تسعى، هناك أهداف عسكرية، أهداف استراتيجية تريد الميليشيات أو تسعى لتحقيقها، ما هي لو أوجزتها لنا؟ الاتفاق الأخير الذي كان بين الحكومة العراقية وبين الحشد وبين الفككة هو دخول الجيش العراقي أن يكون هو المتواجد داخل قضاء سنجار. هناك بعض الميليشيات رفضت هذا الموضوع رفضا قاطعا. بالنتيجة هناك كل عمليات الاستدامة التي تحدث بين الجيش العراقي وبين الأجهزة وبين الميليشيات أو بين الفككة هي عمليات للحد من سيطرة الفككة أو تواجد الفككة داخل قضاء سنجار، محاولة دفع الفككة خارج القضاء لعودة إلى جبال قنديل أو الذهاب إلى أماكن أخرى بسبب العلاقة العراقية التركية، بسبب والعراق لا يريد تأزم العلاقات في وضع العراق بحاجة إلى الدعم التركي وبحاجة إلى علاقات عراقية تركية جيدة. قضاء سنجار من الممكن أن تمثل مفصلا مهما في هذه العلاقات بين العراق وتركيا، وبالتالي محاولة الجيش العراقي هي محاولات بالحقيقة وليست ومحاولة ولا أريد أن أقول محاولات جدية، هي محاولات لدفع الفككة خارج قضاء سنجار. عدم وجود القدرة العسكرية العراقية، عدم وجود العزم السياسي العراقي لدفع الفككة خارج العراق هو الذي يساعد في تأزم الوضع وتأزم العلاقات بين الجيش وبين الفككة أيضا. هل تتوقع أو إلى أي مدى تتوقع أستاذ مجاهد أن الحكومة في بغداد تريد أن توسع نطاق
النفوذ للميليشيات وبالتالي تحقيق سيطرة أو نفوذ أكبر لها في المرحلة المقبلة؟ كما معلوم هناك صراع بين الميليشيات وبين الحكومة. الميليشيات تريد التمدد وتريد السيطرة على أكبر أماكن المهمة والأماكن الاستراتيجية، وقضاء سنجار هو قضاء مهم واستراتيجي ومفصلي مهم جدا في الخريطة العراقية. تواجد قضاء سنجار في المثلث العراقي السوري التركي هو مهم جدا للميليشيات لكي تضع يدها عليه، ومهم جدا ايضا للجيش العراقي لكي يضع يديه العراق. محاولات الجيش العراقي المدعومه بالحكومه العراقيه هي محاولات ضعيفه، بالمقابل تليها قوه وعزم وسياسه ثابته من الحشد ومن قاده الميليشيات الذين يديرون الحشد ويديرون المؤسسات او الميليشيات التابعه لهم في التواجد بسنجار باي ثمن مهما كان الثمن، حتى وان اضطروا الى الاصطدام بأجهزة أمنية أو منع أجهزة أمنية من الدخول أو التدخل، فهم سيصرون على التواجد في قضاء سنجار. يعني هل ترى هناك أهدافا استراتيجية في عدم وجود دعم مباشر من قبل ميليشيا الحشد للجيش الحكومي؟ طبعا هناك أهداف استراتيجية، كما ذكرت لك المكان هو مفصل مهم يساعد سيطرة ميليشيا الحشد على هذا المكان، ستجعل من الميليشيا لديها منطلق قوي وذراع قوية في هذه المنطقة. سنجار شهدت الكثير من العمليات في السابق، عمليات إرهابية وعمليات القتل المستمرة، ولكن تواجد وضع يد الحشد في هذه المنطقة والحد من سيطرة الجيش على هذا المكان هو مهم جدا للحشد، لما تمثله من سهولة ارتباط سنجار أو شمال العراق بسوريا، وبالتالي الارتباط الميليشياوي العراقي بين العراق وسوريا هو مهم جدا لاستمرارية الزخم بين سوريا وبين العراق، استمرارية الزخم الحركة بين العراق وسوريا. كما تعلم هناك الكثير أو كانت هناك من الكثير من الفصائل العراقية التي كانت تقاتل في سوريا، كذلك يعطي مرونة لهذه القوات عند سيطرتها على هذا المثلث المهم للميليشيات في هذه النقطة. أستاذ مجاهد الصميري، تدفعنا ليتساؤل أيضا، يعني أين تقف إيران من وجهة نظرك في موازين القوى التي تحدث في سنجار؟ إيران متواجدة بتواجد الميليشيات التابعة التي تعمل تحت أمرتها. تواجد هذه الميليشيات هو تواجد لإيران، هو تواجد للحرس الثوري الإيراني، هو تواجد لكل المخططات التي تريد إيران أن تمثلها في هذه المنطقة. أيضا دعم كما تعلم أنت حضرتك، هناك دعم كبير أيضا من إيران إلى الPKK، وهذا الدعم أيضا يتم عن طريق الميليشيات، دعم بالسلاح، دعم باللوجستيك، دعم بالتخطيط وبمحاولات الدعم السياسي او الاداري لكي يضمنوا بقاء البكك في هذا المكان. بقاء البكك في هذا المكان وخضوعهم لسيطره ايران هو مهم جدا ايضا لايران. هم خاسره في ظهر الاكراد، هم خاسره في ظهر الحكومه العراقيه، هم خاسره في ظهر الحكومه التركيه. الجميع يريد التخلص من هؤلاء مدعومين من قبل ايران ومن قبل الميليشيات التابعه لها. بالنهايه هذا المكان هو مهم جدا لكل الاطراف، وتواجد ايراني في غرب الشمال غرب العراق مهم جدا ايضا، وكما تعلم اهميه هذا الموضوع للاتراك الذين يعتبرون البكك هم منظمه ارهابيه يحاولون القضاء عليها بكل الوسائل التي يستطيعون. نعم، عبر سكايب من لندن الخبير العسكري والامني الاستاذ مجاهد الصميدعي، شكرا جزيلا لك.